نور عنوان يجمع بين ثلاثة فنانين تشكيليين مغاربة اجتمعوا في رواق واحد بمعرض عالم الفنون لتسليط الضوء على الثقافة المغربية. لوحات تشكيلية تجسد سحر القفطان، استحضار لذكريات ذهبية بالمدن العتيقة، وسفرا في صحراء الداخلة والدواوير الجبلية للحوز. وهاد اللوحة هادي اللي مغاية تتعبر على واحد دوار في الحوز كان طاح في زلزال بقاه الجامع، وهنا تنشوفوا الدوار الفوق وتحت منه واحد العالم. لوحة تضم واحد الروح، روح ديال الفنان اللي هي مشتاقة من 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 كل ما هو متميز في الثقافة المغربية، لا من الحلي ولا من اللي كما كنلاحظوا كاين واحد العدد ديال الملابس القديمة. اختاريت واحد المجموعة ديال الرموز اللي قحمتها في اللوحات ديالي، والبناء التشكيلي اللي خدمت عليه جاء انطلاقا شبيه بالبناء السينمائي. لوحات تشكيلية تطلبت ما يقارب سنتين من التحضير لبصم المعرض بمكونات أيقونية ومجردة تعبر عن روح كل فنان. زارتيست ديالنا بالحب ديالهم تعبروا على الحب ديالهم للمغرب والحب ديالهم لا كولتور ماروكان، خداو هاد لو تيم ديال النور أو لا لوميير باش يبينوا جمالية المغرب، جمالية لا كولتور ديالنا، جمالية لي مونومون ديالنا. لي طابلو في الواقع موديلين، لأن كاين واحد المجال ديال الصناعة التقليدية اللي هو مدمج في الصناعة لار بلاستيك. فكرة إدماج الصناعة التقليدية في الفنون التشكيلية للمعرض بصمت الزوار. كل لوحة تحمل في تفاصيلها مزيجا من العالم التجريدي والرمزي والإنساني لعكس إشعاع النور ونظرة الفنان المستلهمة من الثقافة المغربية.